بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بحضراتكم والسادة الإعلاميين والصحفيين والمديرين الإدارات وهيئة قناة السويس بالكامل. الحقيقة إن إحنا بنعمل المؤتمر دوت النهاردة على ضفاف قناة السويس التي تمتلكها مصر يمتلكها المصريون، والسيادة أولا وأخيرا للقناة لمصر والمصريون. النهاردة حضراتكم شركاء معانا في هذا اللقاء لنوضح نقاط كثيرة يمكن كان فيها جدل خلال الفترة السابقة، وإن شاء الله بأسئلتكم هنجاوب عليها ونحاول إحنا نرد ونوضح الأمور كلها. طبعا إحنا تابعنا خلال الأيام الماضية مواسير حول مشروع قرار صندوق قناة السويس الجديد واستغلال أصول القناة بأي شكل من الأشكال. زي ما شفنا في الفيلم التاريخي للقناة اللي إحنا شفناها دلوقتي، إن قناة السويس حفرها المصريون من 153 سنة 1859، واستمر الحفر 10 سنوات حتى افتتحت عام 1869. اشترك في حفر قناة السويس ربع الشعب المصري. الشعب المصري مليون مواطن من المصريين اشترك في حفر قناة السويس، وكان التعداد أيامها 4.5 مليون. يعني بنتكلم على مشروع أقامه المصريين بربع الشعب بالكامل، واستشهد منهم 120,000 واحد، ودمائهم الزكية يمكن سرت في القناة قبل ما تسري فيها مياه البحر. بعد كده قرار التاريخي لتأميم قناة السويس عام 1956 من رئيس الجمهورية، وشفنا القرار جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية بعد ما كان الخير بتاع قناة السويس بيقول للأجانب. ومن أجل هذا القرار احنا خضنا حروب كثيرة جدا حتى نثبت سيادة مصر على القناة وعلى أرض مصر وسيناء بالكامل. بعد كده قرار التاريخي للرئيس محمد أنور السادات عام 1975، 5 يونيو 75، تاريخ الهزيمة والنكسة، يتحول إلى انتصار ويعاد افتتاح قناة السويس مرة أخرى للملاحة البحرية. بعد كده قرار الأكبر والأعم بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 لمدة سنة، وافتتح في عام 2015 من الرئيس المصري الفتاح السيسي. عشان تصنيف القناة ورفع تصنيف القناة وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من رأس الغباء الصالح لجهة قناة السويس القديمة كانت لا تصلح لعبور هذه السفن العملاقة. وبالتالي كان هذا القرار قرار تاريخي بحفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر في سنة واحدة. ومن أول يوم ما افتتح قناة السويس الجديدة يوم 6/8/2015 وبدأت السفن تعبر في نفس اليوم دون ويدخل داخل لقناة السويس للمصريين. بعد كده قرار الآخر للرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، والجزء اللي كان حصل فيه الحادثة بتاعت إيفر جيفن ل 40 كيلو، من الكيلو 122 ترقيم القناة للكيلو 162 ترقيم القناة، بزيادة العمق العرض بتاع قناة 40 متر جهة الشرق، والتعميق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني من 24 متر 27 متر، وإضافة 10 كيلو متر كمان لقناة السويس الجديدة في البحيرات المرة الصغرى بعمل ازدواج في البحيرات المرة الصغرى. كل النقاط دي بتؤدي أو بتثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري على قناة السويس. احنا بنقول ان في 2015 لما افتتحت قناة السويس الجديدة ما وقفناش عند قناة السويس الجديدة بس، لا ده افتتحت مشاريع كتير. مدينة الاسماعيلية الجديدة 57,000 وحدة سكنية امام حضراتكم الان بتشوفوها من هنا من مكان من هنا، 5 كباري عائمة وخمس انفاق جديدة تضاف للكوبري الموجود نفق احمد حمدي، و6 كباري، مزارع اسماك بقناة السويس، وتطوير الاسطول البحري من كركات وقاطرات والانشاءات، تطوير المجرى الملاحي القطاع الجنوبي، وتطوير الجرشات والحفاظ على 66 قدم اللي افتتحوا فيه قناة السويس الجديدة، الاستغلال الأمثل لأصول هيئة قناة السويس، وتعزيز صناعة الوحدات البحرية في الشركات والترسانات البحرية. نقول بعد كده ان احنا خلال الثمان سنوات اللي تولى فيهم سيادة الرئيس، طب احنا قناة السويس وصلنا فيها لإيه دلوقتي؟ ايه الأرقام اللي احنا حققناها بعد كل المجهود اللي اتعمل دوت؟ وبعد أجدادنا ما حفروها في 10 سنوات واستشهد منهم 120,000 واحد. نشوف كده مع بعض الإحصائيات اللي موجودة
في العام الميلادي، احنا بنتكلم عام ميلادي اللي احنا بصدد انتهائه خلال اسبوع من يناير 22 لديسمبر 22 مقارنة بالسنة اللي فاتت في نفس التوقيت. احنا عدد السفن السنة دي الحمد لله 23800 سفينة، السنة اللي فاتت كان 20600 سفينة، بزيادة حوالي 15.3%. ده اللي بنصبق ليه دايما، ان في زيادات في قناة السويس وزيادات في عائد قناة السويس وزيادات في الدخل، ونبقى احنا دايما محط انظار العالم كله ان مفيش بديل لقناة السويس. الحمولات الصافية حققنا الحمد لله السنة دي 1.410 مليار طن، والسنة اللي فاتت كان 1.270 مليار طن، بزيادة 10.5%. العائد بالدولار كان حققنا الحمد لله 7.923 مليار، يعني 8 مليار، والسنة السابقة كان 6.300 مليار، بزيادة 25%. ده كل ده يدل على ان مجهود الناس اللي في قناة السويس واهتمامهم واصرارهم على نجاح هذا المشروع، وان احنا نستمر دايما متقدمين، وان احنا دايما نحقق نجاحات بقناة السويس اللي احنا لينا السيادة عليها وللمصريين السيادة عليها بحق الدستور. خلينا نستعرض كده نص الدستور، مادة 43 تقول ايه في الدستور: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، مملوكا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميز او مميز. انا بقول الكلام ده ليه، لان احنا بنقول الكلام ده، احنا مش ممكن بعد كل اللي بيتعمل دون ان احنا ممكن كمصريين، انا بتكلم انا كمصري وكراجل وطني خريج المدرسة العسكرية، ان احنا نفرط في سيادة قناة السويس، او نفرط في اصل من اصول قناة السويس، او نتعامل مع قناة السويس بشكل شخصي، وهو الدستور هو اللي بيحميها والشعب اللي بيحميها. في ختام كلمتي احب نوضح بعض النقاط بالنسبة للصندوق، وبعد كده نفتح الاسئلة، ما نطولش عليكم، نفتح الاسئلة زي ما حضراتكم عايزين. هنقول الغرض من الصندوق بدأ في 2019 اول ما توليت، او فكرة الصندوق يعني اول ما توليت قناة السويس او رئاستها، تشرفت بان انا اتولى رئيس هيئة قناة السويس في 2019 شهر اغسطس، وكان في لقاء مع سيادة الرئيس وقال لي يمكن نشوف ان اللي هذكره سيادة الرئيس ده كان في 2019، ان احنا انت عندك فلوس قد ايه على جنب عشان لو حصل طوارئ في قناة السويس او حصل اي حادث تقدر تعمل ايه؟ قلت له معيش فلوس. يمكن سيادة الرئيس ذكر الكلام ده في المؤتمر الاقتصادي الاخراني بنفس الموضوع دون، لكن هو كان بدأ كانت قال لي في 2019. فجئت قلت لرئيس الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس معاك كام؟ قال لي معيش. قلت له يا راجل يعني مؤسسه عملاقه زي دي ما يبقاش عندك ملاءه ماليه 300-400 مليار؟ المليارات عندي ما لهاش قيمه بالمناسبه، للي بيسمعني عارف الكلام ده. لان الحلم كبير قوي. فقال لي لا، قلت له شوف احنا عملنا المشروع والاموال اتسددت، مش كده يا دكتور محمد؟ اتسددت بتاعه ال 68 مليار بتوع ال، طب هقول لكم حاجه عشان للفكره، والله العظيم والله العظيم ان ال 68 مليار دول كان ممكن يتدبروا من الدوله، لكن احنا دخلنا الراي العام معانا عشان نعمل حاله مصريه بعد حالة يأس وإحباط عاشت فيها مصر من 2011 لغاية ما أطلقنا المشروع في 2014. مش أغسطس 2014 يا جمال؟ آه. فقلت له خلي كل حاجة تم عليها. قلت له شوف الفلوس الزيادة اللي بتيجي بقى مش بتاعتك. صح كده؟ دي بتاعت الهيئة خلاص. تعمل لي صندوق تحط لي فيه الفلوس بتاعتك ديت ويتنمى، وما تصرفش كل ما بيصرفش قال لما انا اكون اقول اه. هي كده. طب الصندوق فيه كام النهارده يا دكتور؟ سنتين مش كده؟ جالي بقى دكتور معيط وجالي الدكتور مصطفى، قال لي يا فندم ده كلام؟ قلت له اه. زي ما وقفت جنبك سيبني اعمل. مش كده يا دكتور؟ النهارده فيه 70-80 مليار جنيه ولسه بنقول يا هادي. سنتين ثلاثه اربعه يبقى عندي 200-300 مليار جنيه في الوعاء ده. تبقى الشركة دي ملاقيتها المالية ايه؟ هنرجع تاني ان الهدف من الصندوق كانوا حاجتين اساسيتين، مش هم دول بس، لكن هم حاجتين اساسيتين.
الأول أولاً إن إحنا نستثمر جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات الهيئة تعود بالنفع والخير والنماء على هيئة قناة السويس وعلى الشعب المصري. النقطة الثانية وكان دي بداية الفلسفة بتاعت الصندوق أساساً اللي هي مجابهة الأزمات والطوارئ القاهرة اللي ممكن تحدث، وإحنا عارفين دلوقتي إحنا بنعيش إزاي في العالم والأزمات اللي بتحصل كل سنة. طب إحنا نتكلم على الثلاث سنوات السابقين، 2020 أزمة كورونا، الحمد لله يمكن ربنا أكرمنا وعدينا منها بسلام ونجاح بسياسات تسويقية مرنة ودراسات وخطط، وقدرنا إن إحنا في حين العالم كله خسر وقنوات كتيرة خسرت إلا إحنا حققنا زيادة في عدد السفن 8% وفي الإيراد ما زادتش عن السنة اللي قبليها لكن ما خسرناش، يمكن عدت بدون. لكن نيجي لأزمة إيفر جيفن في 21 مارس 21، الأزمة دي السفينة فضلت شحطة 6 أيام، الحمد لله فضل من ربنا ومجهود المصريين ومتابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا قدرنا إن إحنا نعوم السفينة في 6 أيام. لكن الخبراء الإنقاذ العالميين وأكثر المتفائلين كانوا قالوا إن الموضوع دون هياخد من 3 شهور ل6 شهور. طب نحسب مع بعض كده، لو إحنا قعدنا 3 شهور بلاش 6 شهور، قناة مقفولة هنصرف على القناة منين؟ كان لازم نرجع للدولة، بدل ما أنا دعم الدولة ودعم الخزينة بتاع الدولة هطلب من الدولة فلوس عشان شغل نصرف على القناة. فدي كانت برضو من ضمن الفلسفة حاجتين مهمين قوي، الاستثمار ومجابهة الطوارئ. أنا عايز أقول برضو نقطة إن الصندوق مراقب من الجهاز المركزي، الصندوق هيبقى ليه مجلس إدارة وليه خبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من خارج الهيئة من ذوي الخبرة، وهيبقى مراقب من الجهاز المركزي، يعني هيبقى كل سنة ليه مراجعة الحسابات بتاعته عندنا وبعدين في المالية وبعدين الجهاز المركزي وبعد كده هتخش مع الموازنة بتاعت هيئة قناة السويس في مجلس النواب بتتراجع تاني وتصدع عليه. في ختام حديثي بقول وأكد أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس مرة تانية أو ميزانيتها أو مشروعاتها، وده كيان مستقل، يعني نفصل ما بين صندوق قناة السويس والمرفق أو هيئة قناة السويس، مفيش اتصال بينهم ومش هيعوموا على بعض وناخد من هنا ونحط من هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانيتها محسوبة وبتتراجع وبتراقب من أكتر من جهة. الحاجة التانية المهمة إن إحنا مش هنقتطع من الموازنة بتاعة الدولة عشان نحط في الصندوق، يعني برضو نقطة مهمة، إحنا الموازنة بتاعة الدولة بتتخصص وبتتراجع برضو الأول في الهيئة هنا بتتعمل، وبعدين بتتراجع في المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتصدى عليها، بيتحدد فيها الجزء الأكبر للدولة اللي هو عبارة عن الفائض والضرائب والإتوات، ده للدولة، وبيتحدد فيها جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف رقم للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود والحاجات الأخرى اللي هي بتستخدمها الهيئة بأرقام محددة، أنا ما بتحركش غير من خلال ميزانية بتراجع وبتصدى عليها من مجلس النواب. فبالتالي أنا ما أقدرش أقرب للجزء اللي هو الفائض والإتوات والضرائب المحددة للدولة ولا يمكن نأخذ منها حاجة. لكن إيه، طب إيه الفلوس هتيجي منين؟ الجزء اللي مخصص للهيئة سواء كان في المشروعات الاستثمارية، ودي برضه إحنا ما بنقربش منها، لكن مشروعات التشغيل والوقود بيتفضل جزء بيتجمع آخر السنة وبنتحاسب عليه تاني برضه وممكن يترد تاني للدولة، لكن غير الميزانية اللي هي متحددة عليه. هو ده الجزء اللي إحنا اللي سيادة الرئيس قال إن إحنا يتشال على جنب عشان الظروف الطوارئ أو الاستثمار ويتعمل بيه صندوق بعد ما يبقى جاهز إن هو يبقى فيه صندوق ممكن يتعمل فيه مشاريع عملاقة. إحنا بنتكلم برضه على المشاريع، أولا المشاريع مش تبقى مشاريع بسيطة أو ليه، لا دي مشاريع عملاقة زي بناء السفن الكبرى والكبيرة، أحواض، ترسانات، وكل دي هتبقى فيه بيوت خبرة لدراسات الجدوى ومتراجعة وجاهزة للمشروعات التنفيذ ذات دراسات الجدوى الناجحة فقط هي اللي هتنفذ، في مراقبين معانا ماليين وفي مراقبين وفي مستشارين ومتخصصين قانونيين ومستثمرين من خارج هيئة قناة السويس. أنا قلت اللي عايز أقوله وشكرا لإنصاتكم وأسف للإطالة، وأنا جاهز برضو إن إحنا نسمع الأسئلة نرد عليها إن شاء الله.